أجرت كاميرا التلفزيون المصري لقاء مع عدد من نواب مجلس النواب الذين أشادوا بدور الدولة والقيادة السياسية في دعمها للقضية الفلسطينية. مجلس النواب المصري اليوم قال كلمته في دعم القضية الفلسطينية بكل مكونات المجلس، هذا بالمقام الأول. ثانيا، كلنا ندعم الموقف الثابت للدولة الوطنية المصرية وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما قام به من إجراءات الحقيقة رفعت رأس المصريين جميعا في دعم الأشقاء الفلسطينيين، في التمسك بثوابت القضية الفلسطينية، أن من حق الفلسطينيين دولة ذات سيادة على حدود 4 يونيو سنة 1967 عاصمتها القدس الشرقية، في موقف الدولة الوطنية المصرية من عدم الكيل بالمكيالين حتى في فتح المعابر، تمام، وعدم يعني وجود أي شكل من أشكال الانحيازات إلا للانحياز للقضية الإنسانية في وجود قواعد لفتح المعابر سواء كان أمريكي على المعبر أو غيره، ليجب أن تكون هي قواعد واحدة وأن تفتح لنا المعابر حتى نصل بالمساعدات الإغاثية لأشقائنا الفلسطينيين. هذا الأمر محل فخر واعتزاز لكل مصري. اليوم كانت جلسة تاريخية جاءت بالتزامن مع نقاط مجلس الأمن القومي المصري اللي أكدت فيه على يعني دفاع المجتمع المصري عن القضية الفلسطينية وأن القضية الفلسطينية في قلب كل مواطن مصري. جلسة النهاردة كانت تاريخية، أكدت على أن الأمن القومي هو خط أحمر لا يجوز تجاوزه أو التعدي عليه، أيضا إحياء القضية الفلسطينية بمنع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، إدانة يعني حرب الإبادة الجماعية اللي احنا شفناها خلال الأيام الماضية من قبل قوات الاحتلال للشعب الفلسطيني الأبي، تحية إلى الشعب الفلسطيني وصموده، تحية إلى القضية الفلسطينية، تحية أيضا وتأكيد على أن القضية الفلسطينية لن تنتهي إلا بحل عادل يقام على أثره الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.